بسم الله الرحمن الرحيم. أعضاء مدونة مايكروتك العرب، أهلا بيكو. شرح النهاردة مهم جدا جدا، وهو القضاء على موضوع النت كات، البرنامج الأسطورة اللي مدمر معظم الشبكات. النهاردة إن شاء الله هنحله حل نهائي، ما عادش هيبقى فيه أي موضوع نت كات عليك ولا أي حاجة من دي، وعلى الهوت سبوت بالأوتوماتيك اللي أنت شغال بيه. بص يا كبير، كل اللي أنت هتعمله هتيجي تفتح السيرفر بتاعك عادي خالص كده أهو، هتطلب اي بي السيرفر بتاعك وهتخش كونكت، هتعمل بالظبط الاجراءات اللي انا هقولك عليها دي. هتفتح قائمة اي بي دي اتش سي بي سيرفر، وهتيجي هنا في الخانة الاولانية دي هتلاقي عندك هنا اول سطر هتضغط عليه ضغطتين، تمام. طبعا النيم دي اتش سي بي زي ما هو واحد الانترفيس حسب اللي انت شغال عليه، سواء بريدج او لوكال او لان، زي ما انت عامله ملناش دعوة بيه خلاص. هتيجي تنزل هنا بس البوت بي ده، البوت بي سبورت هتخليه دايناميك تمام، والبوت بي ليس تايم هتخليه ليس تايم، والاس ار سي ادرس هتكتب اي بي الجيت واي بتاعك. انا الجيت واي بتاعي اهو في الادرس في اللوكال 10002، باخد الاي بي ده، انت بتاخد برضو الاي بي اللي خارج للناس وتروح رايح حطه هنا اهو. بست مش هتعمل اكتر من كده زي ما انت شايف كده. والليست تايم خليها 1 دي، واحد يوم، خلي الليست تايم 1 دي، تمام. خلي دي كمان اصفار، مكان الواحد ده صفر، يبقى هو يوم واحد، ونروح قايلين له ابلاي. نفس المنظر اللي انت شايفه ده، يبقى انا هعمل هنا دايناميك، هعمل هنا ليست تايم، هكتب هنا اي بي الجيت واي بتاعي، وهعمل هنا 1 دي 1 دي، وهقول له اوكي. خلصت هنا هروح رايح على قائمة اي بي هوت سبوت سيرفر، واروح ضاغط ضغطتين عليها، اتأكد ان الادرس بول بتاعك شوف معمول نان، الايدل تايم اوت، الحاجات دي كلها تمام زي ما انت شايف كده. جميل. طيب في كمان سكريبت عايزين نطلعه. كل اللي هتعمله هتاخد اللي انا حاطه لك في الملف التكست ده، وتروح قايل له كوبي، وتفتح الوينبوكس، تفتح النيو تيرمينال، وتعمل له بيست، وتضغط انتر مرتين. هتلاقيه فين؟ هتلاقيه في سيستم سكيدولر، حرامية النت ده. انا بقول له كل 5 دقايق امسح لي اللي في الليسز، كل 5 دقايق امسح لي الديناميك اللي في الليسز، تمام. فبيروح فاتح قائمة اي بي دي اتش بي سيرفر ليسز. بصوا كده، ده مثل ده ناس اشتغلت اهي، بعد 5 دقايق بالظبط هتتمسح. بص كده بالظبط بعد 5 دقايق هتتمسح، علشان العميل ما يخترقش. وهنشوف دلوقتي حالا بعد تطبيق الطريقة دي، العميل لما ياخد الماك بتاعي ويحطه هيشتغل نت، وهيسحب هيسحب نفس الاي بي بتاع العميل، ولا ايه اللي هيجرى؟ هنشوف حالا. احنا دلوقتي هنشوف اول كده اي سيستم سكيدولر، اول ما ده يشتغل ده هيتمسح. يعني هو العداد عد 3 اهو، لما هيعد 4 اللي قدامك ده هيتمسح. هوقف لحظة لحد ما ايه يعد. لو تلاحظوا في كمان واحد اتضاف اهو، نجيب سيستم سكيدولر. هي كل الفكرة اللي عمل الموضوع ده المهندس حمدي، المهندس حمدي هو اللي عمل الموضوع ده. كل الفكرة انه قال له لما الناس تخش اهو، بصوا شفتوا اللي حصل دلوقتي، اتمسح كل الناس اهي، كل الناس اتمسحت. هو بيسيبه بالظبط 5 دقايق يسجل دخول، هو بيقعد اهو 5 دقايق على ما العميل يسجل دخول ويشتغل ويروح طارد له الاي بي، لان كل السرقة كانت شغالة على موضوع الليسز. السرقة كانت شغالة على موضوع الليسز ازاي بقى؟ العميل بياخد اي بي اوتوماتيك، وطبعا الماك اتربط بالاي بي في الليسز ده لمده طويله، فيجي التاني يعمل نت كات ياخد الماك ويحطه، يروح السيرفر شايفه على اساس انه العميل الاولاني ويشغله. لكن دلوقتي لو عميل بقى اجى يسرق اهو، حالا هنجرب سوا اهو اي بي هوت سبوت، وتلاحظ بقى ان عندي الهوت سبوت كله، كل الهوت سبوت اهو بقى ايه، كله اي دي اي دي اي دي،
الدي ده لسه ما سجلش او بيحاول الاختراق، يا لسه ما سجلش يا بيحاول الاختراق الدي ده، والاتش برضو. طول ما هو اي دي يبقى الوضع كده سليم. الرجاله بقى اللي بياخدوا المكات يغيروها عشان يشتغلوا، ده مش هيشتغل خالص. تمام. طيب عايزين واحد يكون مسجل وشغال، ونشوف اهو 10:00:59 الراجل ده. انا هاخد الماك بتاعه، هاخد الماك بتاعه اهو، هطلعه زي ما الناس بيعملوا بالظبط في النت كات وسرقة النت. هروح اخد الماك كده، ماسح المسافات، اصبح كده الماك معايا اهو. بصوا انا هعمل ايه، الحرامي النت بقى بيروح رايح اخد الماك، تمام، ويروح رايح مغير نفسه. فانا هشيل نفسي من الاي بي بندنج كده، شيلت نفسي انا من الاي بي بندنج اهو، هروح اعمل حركة الماك دي على اساس انه هيشغلني. فبيروح على الادفانسد، وبيروح على اللوكال ادمنستر، وبيقول له في الفاليو، بيروح حاطط الماك ويقول له اوكي. بصوا كده كارت اللان هيقفل، هيرجع تاني اخد ماك مين، اخد ماك الراجل اللي انا سرقته، اخد ماك الراجل اللي انا سرقته وهو اكتف حالا. في الوضع الطبيعي لو انا ما عملتش الحركه اللي انا وريتها لكم دي، العميل ده هيسحب نفس اي بي الراجل. لو تلاحظوا الراجل كان ساحب 10:00:59، بص انا سحبت كام، 10:00:128. طب هاجي اخش نت بقى، المفروض ان انا ادخل نت على قفا اللي انا سرقته. هاجي افتح صفحه نت، فورا الصفحه ايه طلعت لي وقالت لي لا ده انت مش مسجل، ادي لي يوزر وباسورد. هي دي الفكره يا رجاله، ان محدش هيقدر يسرقك، لان خلاص الصفحه هتطلع له، الصفحه هتطلع له اهي بالشكل ده كده، عمره ما يقدر يسرقك. لازم يكتب يوزر ويشتغل، لكن اليوزر الاصلي بتاعنا بتاع الراجل اللي جوه اشتغل، اليوزر الاصلي اصلا شغال. يعني انا اهو، طيب هسجل انا بيوزر بتاعنا، هذا اليوزر بتاعي سجلته ودخلت بيه. نخش كده ونشوف الهوستز، هنخش نشوف الهوستز عامل ايه. في الهوستز عايزين الراجل اللي احنا سرقناه اللي هو 59، نعلم عليه كده ونعلم بالادرس. بصوا انا تحته اهو، لا اسف معلش، احنا بنعلم بالماك ادرس عشان يظهر لي. فالراجل ال 59 اهو، وانا معاه اهو، واخدين بالكو، انا معاه اهو، اتسجلت بايه، بي اتش، نفس الماك اهو. طبعا بيبقى جنبه اتش، الراجل اللي اخترق الماك بيبقى جنبه اتش. طب هو سجل دخول بقى اي اتش، بس اي اتش بقى مش هشتغل، مش هشتغل اهو. بيقول لك ايه اوزريكي اوزيريس ده هو، وبالاتش دي اتش سي بي، شغال بالدي اتش سي بي. تمام، ادالي اي بي غير بتاع الراجل خالص، وكل اللعبه حصلت منين، من الدي اتش سي بي سيرفر ليسز. الرجاله دي هتتمسح، الرجاله دي خلاص سجلت هتتمسح، عشان ما حدش يخش ياخد الماك بتاعه ويروح اخد نفس الاي بي. ما هو الليسز لو الراجل ده اخد الماك ده هيروح اعطيله الاي بي ده وهيروح شغال. واخدين بالكو، واخدين بالكو من الوضع. بكده انتهى نهائيا نهائيا موضوع النت قط عندك. خليه يا سيدي ياخد الماك ويحطه ويشتغل، مش هيشتغل نت. خليه ياخد الماك ويحطه ويشتغل، مش هيشتغل نت. بص انا كده الوضع اتغير بتاعي بقى ازاي، ال 128 بقى اي دي، بقى شغال خلاص اهو، بقى دايناميك لانه مسح الدي اتش سي بي، مسح الليسز. خدتوا بالكم من اللي حصل؟ كل اللعبه رجاله كان على موضوع الليسز، ان العميل بيتسجل بالماك والاي بي، فالواد لما ياخد الماك ويحطه في لحظه السيرفر يفهم ان هو ده اللي كان شغال ويديهوله. انتهى موضوع النت كات نهائيا ان شاء الله باذن الله. الف شكر للمهندس حمدي، ربنا يبارك له يا رب. واحد كان حاطط الفيديو وبيقول لكم هعمل لكم الموضوع ده ب 100 جنيه، الراجل جه عمله ببلاش واصر ان انا اوريه لكم. الراجل عمله ببلاش واصر ان انا اوريه لكم، وانا عملت اللي عليا وشرحته لكم، محدش يدفع ميات لحد. الف شكر ليكم، اتمنى انضمامكم لمدونه ماكروتك العرب والاشتراك على القناه علشان يوصلك كل جديد. وبكده انتهت اسطوره النت كات نهائيا. شكرا ليكم والسلام عليكم.